أوكرانيا نفذت ذخائرنا. اعتراف أوكراني مرير: نخسر على الجبهات ونقف أمام نقطة حاسمة. اعتراف مرير من المخابرات العسكرية الأوكرانية بشأن الحرب الجارية بين أوكرانيا وروسيا، حيث قال فاديم سكيبيتسكي نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: لقد نفذت ذخيرتنا تقريبا ونعتمد على الأسلحة الغربية. وأشار إلى أنهم بدأوا يخسرون أمام الجيش الروسي في الجبهات، وأن الحرب دخلت نقطة تحول حاسمة للغاية. وأضاف نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية في تصريحات انفردت بها صحيفة الجارديان البريطانية أن الحرب الآن هي حرب مدفعية، مشيرا إلى أن الخطوط الأمامية للجبهات هي التي ستقرر مستقبل المعركة. وقال إن تطور الميدانية يتوقف على ما يقدمه الغرب لبلاده، موضحا أن أوكرانيا تمتلك حاليا من 10 إلى 15 وحدة مدفعية، وأن الشركاء الغربيين قدموا 10% من هذه الوحدات لكييف. بدوره أشاد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بدعم بريطانيا لكييف، وجدد دعوة وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى منح المزيد من الأسلحة، وذلك عقب زيارة غير معلنة قام بها والاس لأوكرانيا مؤخراً. وشدد سكيبيتسكي على أن الغرب يجب أن يمد أوكرانيا بأنظمة صاروخية بعيدة المدى لتدمير قطع المدفعية الروسية عن بعد، وكشف عن أن بلاده بحاجة إلى 60 قاذفة صواريخ متعددة وبعيدة المدى حتى تتوفر لها أي فرصة لهزيمة روسيا وفق قوله. ومن الجدير ذكره أن أوكرانيا تعد قائمة بالأسلحة والمعدات الدفاعية التي تريدها من الغرب في اجتماع مجموعة اتصال الناتو الذي سيعقد في بروكسل في 15 يونيو حزيران الجاري.